إن التظاهرات العراقية الأخيرة بالحقيقة تعد انعطافة مهمة في التاريخ السياسي العراقي، وذلك لأن روادها وصانعيها هم الجيل الشاب، الجيل الذي وعى دوره بشكل إيجابي وبشكل عميق، واستطاع أن يعبر عن أهدافه في الوطن الحر البعيد عن الاستبداد، البعيد عن الاستعباد، البعيد عن كل أنواع الفساد وكل أنواع التخلف والخطط التي تريد أن تجعله خراباً، تريد أن تجعله مجرد بلد مصدر للنفط، تريد أن تمحي تاريخ هذا البلد العريق ذي الحضارات، هذا البلد الذي أول من علم الإنسانية القراءة والكتابة، هذا البلد الذي اخترع العجلة ومنها انتقل التاريخ العلمي والمعرفي في العالم إلى صعيد آخر. الشباب اليوم هم ينتمون إلى هذا العمق الحضاري الكبير، فلذلك لم يرتضوا لأنفسهم ولا لبلدهم أن يكون تبعاً لأي جهة دولية كانت أو أقليمية، وكانت شعاراتهم واضحة جلية مثل عين الشمس في رابعة النهار، وقد قالوا قولتهم من إنهم يرفضون هذا النظام السياسي الفاشل المتخلف المرتبط بشكل مشبوه بعجلة الأجنبي، وخصوصا أقولها بشكل صريح بعجلة إيران والنوايا التوسعية والتي تريد أن تتمدد على حساب الشعوب العربية حصرا. وهذا حلم صفوي فارسي قديم يريدون أن يحققونه، ولكن هيهات، فالشعب العراقي أوعى وأكبر من أن تناله مثل هذه المخططات أو أن ترضخه هذه الإرادات المشبوهة. فألف تحية لشهدائنا الأبرار الذين عبروا بدمائهم عن هذه الأهداف السامية، وألف تحية لكل شاب خرج في ساحة التظاهرات وقابل هذا العنف والاستهتار بالقوة الغاشمة بصدور عارية بدمائهم وبصدورهم العارية. هؤلاء يستحقون منا جميعا وقفة الإجلال، وجميع أجيالنا تقف إجلالا لهذا الجيل الثوري العراقي الأصيل الذي لا يمكن تشويهه بأي صورة من الصور، مثل ما تشدق المتقولون من أن وراءهم جهة سياسية. Baby.